جلسة عامة مميزة على العوام اللي فاتت، شهدت زادة إنجازات كبيرة لجامعة التونسية لكرة القدم. ثم تطور كبيرة في كرة القدم في تونس، إن شاء الله نستغلوه باش نزيدوا نقدموا بالكرة متاعنا القدام ونبعدوا بها شوية على النيفو أفريكان ونقربوا من النيفو أوروبية. اسبيرون وجيستيون تاعنا تمشي في الاتجاه هذا. اليوم ثلاثة فرق مترشحة في أدوار نصف النهائية تشامبيونز ليغ والكاف، عن البطولة العربية تقريبا النسخة الثانية نستحفظوا بها، سيطرة كلية لكرة قدم تونسية على الصعيد الإفريقي والصعيد العربي، كيف المنتخب الوطني بعد الكأس العالم إن شاء الله يحقق نتائج إيجابية، وإن شاء الله لما لا معناتها يكون تتويج الإفريقي معناتها على الصيفة هذه، ما نجمو كان نتفائلوا. كرة قدم تونسية خلينا نقولوا، خلينا العالم يفتخر بينا، خلينا احنا نفتخروا برواحنا. برشا حاجات معناها ايجابيه، برشا حاجات معناها على مستوى عالي جدا، قاعدين يخدموا في خدمه كبيره، قاعدين معناها يقدموا بالرياضه التونسيه، سيرتو على مستوى كره القدم. لقينا حاجات معناها اللي بصراحه فخورين بها اليوم على مستوى معناها دولي، على مستوى عالمي، كيما النزل، كيما قاعه التدليك، كيما السال دي مسكيلاسيون، كيف الاداره الوطنيه التحكيم اللي بصراحه معناها برشا ناس فرحانه بها على مستوى عالمي. تبارك الله، اليوم كيف نقارنوا فين كنا وفين اصبحنا، الحمد لله راهو قاعدين نتقدموا خطى ثابته. زاد على ذاك المشاريع اللي قاعدين نبنيو فيها، نشكر المكتب الجامعي ولا راسهم سواديه، مشاريع باش يقعدوا الاجيال القادمه تفكير، هذا التفكير البناء. انطباعات طيبه وطيبه جدا. الانجازات اللي قاعد يقوم بها المكتب الجامعي نثمنوها، نشكرهم على المجهود اللي قاعدين يقوموا به، واللي باش في اخر المطاف باش يكون هو يطور كره القدم في تونس.